وللمزيد ينضم إلينا من مشعر عرفات زميلي تامر حنفي موفد القاهرة الإخبارية من الأراضي المقدسة. بعد التحية والسلام عليكم يعني حاج تامر، بالتفصيل يعني حجاج بيت الله يتوافدون لمشعر عرفات لأداء الركن الأعظم، صف لنا الأجواء لديك تامر. هل يزعجك إن قلت لك أن الأجواء لا توصف؟ بمعنى أنه من رأى غير من سمع، بمعنى أنه الأجواء هنا على الأقل أنا ظننت أنني دائما أكرر هذه الكلمات منذ أن بدأت أنقل هذه الأجواء من الأراضي المقدسة ابتداء من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إلى حتى هنا مشعر عرفات. أنا دائما حرصت على أن أقول أن المفوهين غير قادرين على أن ينقلوا بالكلمات المجردة. سأقول لك أن الأعداد كبيرة، سيكون هذا من المعتاد من المصطلحات بأن السلطات السعودية نجحت في تنظيم هذه المشاعر من خلال التنظيم، من خلال إفادها لرجال شرطة إضافيين ومتطوعين إضافيين لانتشار أمني مكثف. كل هذه الكلمات استمعت لها، وأنا استمعت إليها محمد أبا عمر، صحيح؟ صحيح. استمعت إليها وأنا استمعت إليها منذ الصغر ونحن نتابع هذه المشاهد معا. ولكن أنت تتحدث هنا محمد عن سر بين العبد وربه، هل تستطيع أن تصف هذا السر؟ هل تستطيع حتى ما أتيت من قوة ومن نفحة الحديث أن تصف هذه المشاهد؟ أن الجميع هنا يأتي ليسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما تأخر وما تقدم من ذنبه، الجميع يرغب في أن يخرج من هذا المكان خالي الوفاض كيوم ولدته أمه. هل لديك القدرة على أن تصف هذا بكلمات؟ وأنت تطالبني بأن أصف هذا بكلمات، على الأقل هذه المشاعر وهذه التفاصيل وهذه الصورة لا يستطيع أحد مهما أن أوتي معالم الكلام أن يصف هذا بكلام، ولكن الحديث هنا عن وسط يحاول الجميع أن يجدده مع الله سبحانه وتعالى دعوة منه أن يغفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم وما تأخر من ذنبه. وأنا كذلك وأدعو لك وأدعو لكل الزملاء أن يأتوا إلى هنا وأن يدعوا لأنفسهم، لأنني حملت منذ أن علم الجميع بأنني أتيت هنا إلى هذه الأماكن المقدسة أن أدعو إلى الجميع، وهذا حمل ثقيل حتى الآن لم أنجح في تلبيته، ولكن أدعو للجميع أن يأتي إلى هنا بنفسه ليشهد هذه الكلمات وليجب على هذا السؤال الذي تفضلت بالسؤال بشأنه. صف لنا هذه المشاهد على الأقل، ماذا سأصف يا محمد؟ أصف الناس، أصف الوجوه المبتهلة الراغبة إلى الله. هل محمد تعرف أن هؤلاء الذين تراهم خلفي في الكاميرا يسيرون بلا هدى؟ يعني أنا لا أعلم إلى أين يذهبون ومن أين يأتون. المعلم الوحيد الذي تستطيع أن تصف أن الناس تتوجه إليه هو مسجد نمرة، هو أنا أراه هنا في الأفق. طب هل لك أن تفسر لي لماذا يسير الناس خلف هذا الاتجاه؟ أنا أيضا منذ صلاة فجر هذا اليوم فجميعنا استيقظ منذ هذا الوقت باعتباري هو الوقت المثالي والتوقيت الذي أعلن عن بداية هذا الطقس في عرفات، خرجت والسير في الشارع بلا هدى، لا أعلم لماذا أين أذهب ولماذا أخطو هذه الخطوات في ظل درجة حرارة كبيرة حتى بدون هذه المظلة التي أحملها الآن. فقط الجميع قال لنا ونحن نطبق ذلك، ادعو الله ما استطعت حتى يجيبك، فالله يتجلى حسب القول إلى أن يسمعنا علّه يستجيب إلى هذا الدعاء وهذا الرجاء في أن يغفر لنا كل الذنوب، فجميعنا من المخطئين يا محمد.